gusta tocar guitarra. Me gusta. السلام عليكم، كيف حالكم وحياكم وكده. المكسيك، المكسيك احدى دول امريكا الشماليه وليس الجنوبيه، تعتبر مصدر رقم واحد لامريكا. كثير ما تعرف عن المكسيك، المكسيك تعتبر سعوديين، طعمهم كثير زينا، اكلهم كثير مننا، حتى كذا نسوانهم. عندهم السيدات المكسيكان نظام الحموات، حمام مع زمرات كذا زوج. من جد احنا الحين موجودين في مؤتمر المكسيكي للمأكولات والزراعة المكسيكية. اهلا وسهلا. طيب تركي، كيف حالك؟ الله يحييك. حنا وين؟ حنا في الاجري فود فورم، مكسيكان اجري فود فورم، وبدينا لنا ساعة خلص الكونفرنس. يعني عادة كل الناس they love to wear or Saudi culture. Hello. Hola. Hola. Where are you from? Mexico. Are you happy with Saudi Arabia? Do you like it? I like it. Too. Welcome. لتشخيص التركي، تقول لي إيش الهدف من هذا المؤتمر؟ الهدف هو تعزيز التبادلات التجارية بين السعودية والمكسيك. هذه المؤتمرات اللي احنا حابين نوري الناس انه كيف اهم انه كيف التبادل التجاري خلال الاطعمه ويكون موجود في السوق السعودي. ايش الفكره لما يكون هنا موجود هذه الكميه من الخضروات، او بمعنى ايش دي الخضروات للمكسيك؟ بالنسبه للمكسيك اتس لايك جنه الاكل. يس. فقط للمعلوميه، لا تاكو ولا الناتشوز مكسيكي من دحين، بقول لك ما هو مكسيكي ابدا. مكسيكية روعة المؤتمر زي كده. الرجال اللي يشتغلوا هنا هذولا من جد اللي هم يديكم الف عافية يا شباب. هذول اللي انا بالضبط الاول مهتمين في اللحوم. رابطة اللحوم والبقر المكسيكي هنا. كان في الكونفرنس والمدخل الريسبشن. الآن تعالوا نوريكم الريل ديلز. المنتجات دي، what do you call it؟ أغافي سيروب. أغافي سيروب. أقول لكم أغافي سيروب اللي محلل للناس اللي بنحطها مثلا في سكر عضوي وصحي. إيش الميزة؟ شوفوا زي البقلاوة، حط الحاجات والمنتجات اللي زي في البقلاوة بهادي، حتاكلوها بصحية أكثر من يعني من اللي إحنا بنحطه المعتاد. فادي اوكي اداني معلومه، حاعطيكم الويب سايت حق الشركه هذه، يو كان جو ثرو ات اوكي اند اتس اميزنج ريلي. هيرمز هاليم شركة مكسيكية متخصصة في العسل وعدة أنواع العسل اللي هي زي كده. العسل اللي هنا إن هم بيجيبوا نوع من أنواع الزهور ويطعموا النحل فيه وبيطلع شيء رهيب رهيب، زي من الأفوكادوز، البرتقال، وبرضو الأشكال الثانية. دي من الزهور المناطق اللي جدا مرتفعة، أوكي، ومنها العسل بيطعموه بيطلع هذا العسل. That is one of the amazing idea. والله رهيب.
جهزوا عشان التستنج سيشن لمكسيكان تستنج. شايفين هذه المحل شركة الموز يا موزاتك يا مكسيك. معنا الأستاذ حمود يدي العافية واحد من الناس is looking for the opportunity. Thank you and a pleasure for me مسرع. Thank you. هنا نغطي الحاجات اللي I believe إنهم جبارين. الخضار ممتازين معروف لكن في حاجات أروع. ده وزير الزراعة المكسيكي. أحد الدول اللي نحن نقدر نستورد منها اللحوم المكسيك. هنا في تقريبا 6 شركات حقة اللحوم. هذه الشركات اسمها أرياس. هذا إيش يسوي؟ هذه عندهم تقريبا 4 مزارع لتغذية اللحوم. هم بعد كده تكرير اللحوم بيجي يوزعوها بكونتينران بحجام كبيرة إنه كل أنواع اللحوم. زي هذه الشركة في 6. مع مستر الاديو احدى الشركات حقت اللحوم اوريكم هي. شوفوا هذه الشركه. طيب خلينا نتكلم شويه فين بيصدروا ايش بيعملوا. هذه الدول اللي بيصدروا ليها حاليا. شايفين مزرعه هذه الشركه فيها 35,000 تقريبا من البقر وبيقفلوها لما توصل لوزن 530 كيلو يبداوا للتصدير. The authentic Mexican food. La Costeña. La Costeña. أنا حوريكم عشاني أنا أموت في حقتهم هذه الحاجات. Let me show you how can we deal. Of jalapeno chili peppers every day, with 27 distribution centers nationwide and presence in over 50 countries, including the United States. ثانية بيقدم الصوصات حقت الأحلام والمأكولات المكسيكية. Dippings. Jalapenos. هذه الأشياء. شيف اكزيكتيف شيف ستار شيف مارغريتا كارولو. This is the authentic Mexican. This is a dessert. Yes. حلا من الكورن من الذرة ومكفوف بطريقة كرة. الذرة. It's made with butter. Butter. من الذرة والعنب. بكل بساطة نفك هذه زي ما كنت شفتوها بعدين إيش؟ كان. شيف مارغري كارولو. هذه سوبر ستار مكسيكية شيف. كتب كتب مقدمة برامج is a سوبر ستار. الآن ندوب من أكلها سوبي. هذه أكل اسمها سوبي متكون من الكورن من الذرة من فوق والدجاج والبصل. This is authentic Mexican food, right? Yes. نحكيكم على حاجة. شيف مارغري كارول the amazing star chef. خلينا نتكلم دحين شوية عن الأكل المكسيكي. مارغريتا كاريو. 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 سي سعودي ستايل. هذا الجواكامولي طبعا اشهر شيء في المكسيكي الاكل المكسيكي ده اهم شيء عندهم يموتوا فيه. باط الاكل المكسيكي بالخلط الخضار زي ما بقول لكم. شوفوا اناناس دجاج بينز بطاطس مع الدجاج. هذه درة ودجاج وبصل اللي تكلمنا عليه اول. الجواكامولي مو طبيعي والله مو طبيعي جبار. بطاطسهم ناخذ شويه دجاج
كده يا معلم. شوفوا كيف اللحمة يا معلم. قال لك نية، قال لك تاكل كده قطعة واحدة كده وزلطان. هذه خلطة من الفول كراميل، هذا عسل وأفوكادو وهاني آيس كريم، وهذه من من التمر والتفاح كيك. يكون كيف بيزبطونا؟ شو والله رهيبين. بس قلت لهم انا احب البهارات، شوفوا صلصاتهم بفكر اعطيكم. ما يعرفوا كثير لكن الشطات المكسيكية من اروع واطعم الشطات اللي في العالم. Portly, because I love this company, they give me all this. I'm in heaven guys, I'm in so big heaven. Thank you. هيا شوفوا، يعني أنا مكمم. تحصر نفسك في مجال الأطعمة بس في مطاعم وتطعيم، هذه ما هي، it's not my style. You have to understand exactly ليش الواحد يحب لك. وصلنا لبنت الحمد لله، تقابلت تعرفت على ناس كثير ممتازين وخلاقهم جدا عالية. يديكم العافية والله. And time of home.